سكر 2 ملعقة طعام اعتيادي. طبعا بعدها نضيف الخمرة، أنا أريد هسه الخمرة تشتغل ويا السكر بشكل صحيح، عمود أبدي تبدي تشتغل عندي وأبدي أحصل على تخمير صحيح. طبعا نشوف المقادير مرة ثانية، طحين 3 كوب، طحين 3 كوب وسكر 2 ملعقة طعام وحليب، حليب كوب ونصف وخميرة 1 ملعقة طعام وبيكنج باودر 1 ملعقة كوب وحبة سودا وسمسم 1 ملعقة طعام ونسكافيه زائد حليب والزبد المذاب. بعد ما ضفنا احنا ما موجود، بعد ما موجود عندنا بهالشكل هذا، ابدي اخلط السكر مع الخميره مع الحليب واتركهم شويه. طبعا اتركهم شويه على مود يتفاعلون. بالتاكيد اني اكون محضر عجين سابقا، موجود عندي العجين اللي عاجنا قبل بدايه البرنامج على مود انه ما ابدي اتاخر اختصارا الوقت. بالتاكيد اني اعجنه قبل ما ابدي اشتغل. هاي العجينه حتكون عندنا بهالشكل هذا، ما تكون عندنا صلبه ابدا. بالتاكيد هذا الطحين اللي راح نستخدمه احنا هو الطحين الصفر. ما اقولها. طبعا نبدي بهالشكل هذا نكون عندنا، ومثل ما قلت لكم انه لما نشتغل الكليتشة او هالفطائر نحرص على ان يكون عندنا الوزن ثابت على مود احصل الشيء الصحيح عندي لما اشتغلها، يكون كل ما موجود عندي حجم ثابت. راح تكون عندي اول واحدة راح نشتغلها، وبعدها نبدي نقطع على ما موجود عندي من حجم، ممكن بدون ميزان، يعني نخلي العين هي تكون الميزان اللي راح نشتغله احنا. طبعا ابدي اكورهم مثل ما قلت لكم البارحة انه اني احصر العجينة هنا، هذا راح يكون مسنود على الميز وهذه الاصابع راح يكون مسنود على الميز، هذا المكان اللي راح تظل تفتر به العجينة وتتكور. بالشكل هذا ابدي اكورهم. العدد اللي تريدوه انتو، يا ريت زميل المخرج ينطيني المقادير مره ثانيه للتذكير بها، ادري بها. طبعا الطحين موجود عندي، السكر والحليب والخميره والبيكنج باودر، الحبه السوداء والسمسم والنسكافيه والحليب والزبد. طبعا بعد ما كورناهم بهالشكل هذا، ابدي افتح بيهم بهالشكل هذا، ابدي اجيب الجبن المربعات والجبن الموزاريلا بالشكل هذا،
افتحها. اضيف الجبن الثاني هنا. ابدي اسدهم بهالشكل هذا. اشيل الزيادة الموجودة عندي واكورها بايدي واخليها عفوا بعد ما ابدي ازيت دبسي او التيفال اللي عندي، ممكن زبدة ذائبة اي نوع اللي موجود عندك بالتأكيد. طبعا بهالشكل هذا ابدي اضيفهم واترك مجال بين وحده وحده ما يقارب السنتيم، لان بعد ما ادخلهم بالفرن لما اخليهم يتخمرون راح يكبر حجمهم بالتاكيد. بهالشكل هذا اسدهم، اجمعهم شويه تبقى عندي زياده جوا، واكورهم بايدي واخليهم فرق زميلي هالشكل هذا. راح يكون عندي فرق تقريبا 1 سنتيم بين وحده وحده على مود من يكبرون بعد ما نخمرهم بالطريقه اللي علمتكم عليها، انه نجيب اي جدر او اي دله واخليها تفور وانا مغطيها، وبعدها اجيب الدله عفوا زميلي وادخلهم بالفرن وافتح الغطاء اللي عليها. راح تكون عندي بالفرن طافي، طبعا راح تكون عندي هي اداه للتخمير او ما يسمى بالخماره اللي يستعملوه الافران. ممكن استخدمها بالصمون، ممكن استخدمها بكل شيء اريده. الشكل هذا ممكن تقدرون تكسروها اذا تريدون، تضيفون عليها اي جبن، ما مجبورين بالجبن، اي نوعيه جبن ممكن تخلوها، بس ما تكون جبنه سائله لان راح تتعبون بها لما تلفوها او على السيطره عليها انه ما يطلع شيء منها من العجين. ممكن المثلثات، ممكن اي شكل، اي جبن. طبعا بهالشكل هذا نضغط على اطرافها ونجمعها كلها، نجمعها على مود يكون هذا اللي موجود عندي املس، ما راح تكون به تشققات اللي موجوده ان شاء الله. بالشكل هذا لا نستخدم الطحين ولا نستخدم الزيت. ممكن جبن مثل اي جبن موجود عندكم ما عدا الجبن السائل ممكن تستخدموه بها، وراح تشوفون النتيجه انه كلش طيبه. الشكل هذا نحرص انه يكون كل مستوى العجينه اللي لفينا بها متساوي على مود نحصل شيء صحيح. طبعا اني لضيق الوقت راح اشوفكم انه شلون راح ابدي بها، وعندي وحده كامله راح بعد ما خلصت هي اني قبل ما ادخلها للتخمير راح استخدم نسكافيه والبيض اللي استخدمناه سابقا مع اضافه شويه حليب.
هذا الشكل راح ينطيني لون حلو لها، بالإضافة إلى البيض راح ينطيني طعم طيب. طبعا بعد ما بدينا احنا طبعا اضيف الحبة السوداء والسمسم، ويفضل دائما انه السمسم يحمص قبل ما نستخدمه، لان دائما نحس اكو بي طعم يعني شيء من الزفارة يصير بالسمسم، فيفضل انه نحمصه قبل الاستخدام. طبعا راح يكون هذا بهالشكل، وراح ندخله بالخمارة او الفرن اللي قلت لكم نستخدمه احنا. هنا بالتأكيد راح تكون عندي اللي عديتها مسبقا، حتكون بهالشكل هذا، راح تكون بهالشكل هذا كاملة بعد ما خلينا الخمارة. قلت لكم انه تجيبون اي شيء موجود عندكم، اي شيء موجود عندكم تجيبوه وتخلون بيه مي بالضبط، يعني انه ما موجود عندكم انه تجيبون كاسرولة او دلة او اي شيء تخلوها على النار تبدي تفور تغطوها، وبعدين هي ومغطاية تحولوها للفرن المغلق. لما تريدون تسدون الفرن طافي طبعا بدون اي شيء، ترفعون الماعون تركون البخار يصير بالمكان، راح يطلع عندكم هذا الشكل. طبعا احنا هنخليها بالفرن ونرجع لكم بعد الرياضة، تحتاج شيء 15 دقيقة وتكون كاملة، ويا ريت تنال اعجابكم. عاشت ايدك يا شيف. خلصت. هتكون بهالشكل هذا زميلي. هي سميت بخلية النحل لالتصاق العجين، سوى هذا اللي قلت انه تتركون سنتيم واحد، وبعدين بعد ما تتركون السنتيم تدخل للتخمير راح تطلع بهالشكل هذا. شوف انت هسه شنو حشيت هالداخل؟ انا حشيتها جبن موزاريلا وجبن، يعني اي جبن مثلثات جبن. اذا احنا ما نريد نخلي جبن شنو ممكن؟ لحم دجاج تمام. خضروات شو يعجبكم خلي كل شيء، بس يفضل انه الخضروات او اللحم يكون مستوي، لان ما راح يلحق على فتره استواء العجين انه حلو. يستوي حلو. نبدي نضيف الزبد هنا عليها، بعد ما كملت عندنا ودهناها نترك شوية فتشي نص دقيقة بس ننطي مجال للزبد انه يموع عليها، ونبدي بهالشكل هذا. طبعا بهالشكل هذا نبدي نشوف الجبن. عشت عندي ايدك منظر الجبن يعني حلو بهالشكل هذا، هنطلعهم هنا. هذا شوف انه زميلي، شوف انه صارت يعني اسفنجيه، ما صارت انه لان تركتها تتخمر مثل ما قلت لكم اني، وراح تكون كلش طيبه، والاطفال بالتاكيد كلش راح يحبوها. اذا تريدون تنطوهم للمدرسه راح تكون بالشكل هذا. نصفطها يعني هي نقدر ناكلها بوقت اللي هو الاطفال المدرسه، نقدر نقول الفطور بالضبط، نقدر العصر عصرونيه بالضبط، العصرونيات بالفعل نقدر انه لان هي خفيفه شف يعني باي وقت من الواحد يقدر ياكل. اغلب العجين اللي نتركه شويه يتخمر راح يكون خفيف عندنا. طبعا العسل نضيفه عليها بالشكل هذا، ونترك العسل ينزل على حراره العجينه. دائما انا احاول زميلتي سجا انه اسوي فالتغيير بالفطور الصباحي اللي موجود عندنا ثابت عندنا، فاريد شويه تغيير. تاكيد الروزماري دائما اللي ما نستغني عنه ويا اغلب المعجنات، وجبنه البارميزان اللي راح اضيفها اني كشكل
كجمالية للشكل أو للطبق لما أقدمه. وألف صحة وعافية إن شاء الله. عاشت إيدك. بإيدك العاجز. كلش نشكرك يا شيف تعبنات. أنا اللي أشكركم. نعم مشاهدينا، هذه كانت فقرة الفطور مع شيف عرفان وفقرة المطبخ مثل ما وعدكم. تابعونا يوميا ساعة بالتسعة، تبلشون ويانا شلون ممكن يعرفكم وتعرفون المقادير. لكن ساعة بالدعش اللي هي وقت الغداء مثل ما أنتم تعرفون، خليها هسه نروح ننتقل للزميل أحمد.